السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تلاميذتي الأعزاء. درسنا اليوم هو درس أكيد، لا نقول شبه أكيد ولكنه أكيد، في مواضيع البكالوريا لجميع الشعب، وهو درس الجمل التي لها محل من الإعراب. إذن أؤكد على ضرورة الإصغاء والتتبع لمعرفة طريقة إعراب هذه الجمل، وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن درسنا اليوم الجمل التي لها محل من الإعراب، وسيكون لنا تسجيل آخر في درس الجمل التي لا محل لها من الإعراب. إذن الجمل التي لها محل من الإعراب يكون لها المحل إذا استطعنا أن نؤولها إلى مفرد. ما معنى ذلك؟ ما معنى الجملة التي لها محل من الإعراب تؤول إلى مفرد؟ إذن مثلا نأخذ هذه الجملة: الرياضة تدفع المرضى. الرياضة تدفع المرضى. هل يمكنك عزيزي التلميذ أن تؤول الجملة الفعلية هذه إلى مفرد؟ إلى مفردة بدل جملة؟ أكيد نعم، لأنك ستقول الرياضة دافعة للمرض مثلا. الرياضة دافعة للمرض، الرياضة دافعة المرض أو للمرض. كيف أعرب دافعة؟ أكيد أعرب دافعة إذا أعدتها إلى الجملة، فالرياضة مبتدأ، الرياضة مبتدأ، ودافعة هي خبر المبتدأ. إذن هذه اللفظة التي أخذناها بعد تأويل الجملة الفعلية إلى مفرد أخذت موقع الخبر. كذلك الجملة، إذن الجملة جملة تدفع المرضى هي جملة فعلية في محل رفع، في محل رفع خبر المبتدأ. إذن نقول أن الجمل التي لها محل من الإعراب هي الجمل التي تؤول إلى مفرد. هذا المعلومة نسجلها في البداية. التي لها محل من الإعراب هي التي يمكن أن نؤولها إلى مفرد فتأخذ محل الرفع والنصب إلى آخره. إذن الجمل، أول شيء، الجمل التي لها محل من الإعراب هي الجمل التي تؤول إلى مفرد. ثانيا الجمل، الآن الجمل، الجمل التي نعرفها وقد درستها منذ الابتدائي جمل فعلية وجمل اسمية. إذن جمل فعلية وجمل اسمية. ما هي الجملة الفعلية؟ هي كل جملة تبتدئ بفعل، والجملة الاسمية هي كل جملة ابتدأت باسم. نشير إلى الجمل إذن التي لها محل من الإعراب. الجمل التي لها محل من الإعراب عددها سبعة جمل، سبع جمل، سبع جمل. هناك جملة نسمع بها وهي الجملة المصدرية، الجملة المصدرية. ما هي الجملة المصدرية؟ أين أصنفها؟ الجملة المصدرية هي عبارة عن جملة اسمية أو فعلية مسبوقة بحرف مصدري. الجملة المصدرية متكونة من حرف مصدري زائد صلته، حرف مصدري زائد صلته، وهذا الصلة قد تكون فعلا، قد تكون جملة اسمية من اسم الناسخ وخبره. مثلا أن تصوموا خير لكم، أن تصوموا خير لكم، المصدر المؤول أن تصوموا، تقدير الكلام صومكم. استطعنا أن نؤول المصدر المؤول إلى مصدر صريح وقلنا صومكم. لذلك انتبه عزيزي التلميذ أن أي جملة، أن أي جملة مصدرية لها محل من الإعراب،
لماذا؟ لأن كل مصدر مؤول يؤول إلى مصدر صريح، يؤول. وسبق وأن كتبنا المعلومة، كل جملة يمكن تأويلها إلى مفرد فلها محل الإعراب، وبذلك كل مصدر مؤول فيكون له محل من الإعراب. تقول لي ما هو هذا المحل؟ حسب موقعه في الجملة، لن نربطه بسبع جمل، حسب موقعه. قد يكون موقع المبتدأ، أن تصوموا خير لكم، صومكم مصدر مؤول يؤول إلى مصدر صريح. إذا لذلك الجملة المصدرية جملة، هذه الجملة المصدرية دائما لها ماذا؟ محل من الإعراب. والسبب لماذا دائما لها محل من الإعراب المصدرية؟ لأنها تؤول إلى مصدر صريح، وذلك المصدر الصريح يكون له محل الاسم من الجملة، مفعولا به مثلا في محل جر، يكون في محل رفع فاعل إلى آخره. إذن الجملة المصدرية يكون لها الموقع من الإعراب حسب موقعها من الإعراب. هذا كانطلاقة لمعرفة أنواع الجمل، ولماذا صنفت جمل لها محل من الإعراب وجمل أخرى لا محل لها من الإعراب. نعيد بإيجاز: الجمل التي لها محل من الإعراب هي التي تؤول إلى مفرد، فتأخذ الرفع والنصب والجزم إلى آخره وحتى الجر. الجمل أنواع، نوعان مثلا: فعلية التي نعرفها التي تبدأ بفعل، جملة فعلية مثل هذه التي سجلناها، الرياضة تدفع المرض، وجمل اسمية من مبتدأ وخبر. الجملة المصدرية ما هي؟ هي عبارة عن جملة سبقت بحرف مصدري مع صلته. هذا الجملة مع الحرف المصدري، هذا الجملة مع حرفها المصدري تؤول إلى مصدر صريح، ما دام قلنا تؤول لها محل من الإعراب. حتى نختصر، مثلا في البكالوريا يوضع لك بين قوسين جملة مصدرية، لا تفكر في التي لا محل لها من الإعراب، لأن كل جملة مصدرية لها محل من الإعراب. إذن الآن نطرح السؤال: ما هي هذه الجمل التي يكون لها محل من الإعراب؟ ما أنواع هذه الجمل؟ وكيف أعرفها؟ وكيف أحددها؟ وما هي طريقة إعراب الجمل؟ لأن أغلب التلاميذ يشتكون من ماذا؟ من النحو، ويقولون إعراب الجمل دائما نخطئ في تحديد الموقع. تحديد الموقع لا يحتاج إلا نسبة قليلة من التفكير ومن التثبت ومن احترام المراحل. ما هي هذه المراحل؟ سنراها في هذا الجدول الذي سنقوم برسمه ونتتبع من خلاله أنواع الجمل ونعربها كذلك. إذن نكتب في نقسم الورقة إلى عدة خانات. أولاً الجملة الشاهد بمعنى المثال، الشاهد المحل الإعرابي، نعربها المحل الإعرابي للجملة التي سنحددها، وأبني أحكام القاعدة، معنى كيف وصلت إلى أن هذه الجملة هي كذا، على أي أساس. مثلا نأخذ الجملة الأولى، نقول مثلا: القرآن يريح القلب، القرآن يريح القلب. ونأخذ جملة أخرى من نفس المعنى: إن قراءة القرآن، إن قراءة القرآن تريح القلب، إن قراءة القرآن تريح القلب. بالمجموعة
الأولى. إذن ونضيف مثالا آخر، مثلا نأخذ مازال يركض، وهي أمثلة من مجموعة واحدة. على أي أساس وضعناها في مجموعة واحدة؟ سنعرف السبب. إذن نبدأ أولا بالمراحل التي أتبعها في إعراب الجمل. أكيد عزيزي التلميذ ستجد في ورقة الموضوع، موضوع الامتحان، الجمل محددة بين قوسين أو بارزة بخط بارز. إذن وفي الغالب يقول لك ما المحل الإعرابي للجمل الواردة بين قوسين، إذن لذلك نضعها بين قوسين. يركض كذلك. إذا لاحظ معي عزيزي التلميذ الجمل الواردة بين قوسين، يريح القلب، تريح القلب ويركض. قبل أن أعرب أي جملة، حينما يطلب منك أن تعرب جملة لا تهتم بها هي أولا، فبماذا نهتم؟ بما سبقها. نهتم بما سبقها، فبماذا سبقت؟ سبقت بلفظة القرآن، سبقت بلفظة القرآن. القرآن يريح القلب، تشعر بأن هذه الجملة جملة تامة، ليس كذلك؟ الجملة التامة كلها القرآن يريح القلب. أن نحاول أن نقرأ ما سبقت به الجملة بدون الجملة التي حددت للإعراب، وقلنا القرآن، القرآن ما به؟ نحتاج أن هذه الجملة مبتورة، تحتاج إلى شيء. إذن أولا نلاحظ أنها جملة اسمية، سبقت بما سبقت الجملة، بما سبقت الجملة أول سؤال، فنطرح السؤال سبقت بجملة اسمية، سبقت إجابة جملة اسمية. ثاني سؤال يطرح، هل هي تامة؟ كل هذه الأسئلة نسأل عن الجملة السابقة، هل هي تامة؟ هنا سنجيب بالنفي، ليست تامة، ليست تامة. إذن هذا الجملة الإسمية ليست تامة، ونحن نعلم أن الجملة الإسمية تكون تامة في الغالب، في الغالب على وجه العموم بخبرها. إذن هذا المبتدأ يحتاج إلى الخبر، لذلك نكون على يقين أن للمبتدأ هذا خبر أتم المعنى، ما هو؟ يريح القلب. إذن لذلك هل هي تامة؟ لا. ما دور الجملة؟ ما دور الجملة المحددة؟ إذن دورها أنها أتمت المعنى، فلكل مبتدأ خبر، فنقول جملة فعلية، هذه جملة فعلية، جملة فعلية في محل ماذا الخبر؟ ماذا يأخذ خبر المبتدأ؟ يأخذ الرفع، في محل رفع خبر المبتدأ، خبر المبتدأ، خبر المبتدأ. إذن الجملة الثانية، إن قراءة القرآن تريح القلب، نفس المراحل اتبعها. تجد جملة تريح القلب، هذه الجملة الفعلية ما دورها في الكلام؟ لن ألاحظها هي، بل أذهب إلى من بما سبقت به. سبقت بجملة متكونة من إن، ونعلم أن إن نواسخ تدخل على جملة اسمية. أين اسم إن؟ إن قراءة القرآن. إن قراءة القرآن هل هي تامة؟ هل تجد في المعنى أن المعنى تام؟ أكيد لا. إن قراءة القرآن ماذا؟ نحتاج إلى تتمة، إلى خبر. ما الخبر إذن؟ تريح القلب.
إذن هذه الجملة كذلك خبر لماذا؟ هل هي خبر لمبتدأ؟ لا، هنا كانت إن، فهي خبر لإن. إذن ما الحكم الذي تأخذه؟ حكم الرفع كذلك. لماذا؟ لماذا هذه الجملة في محل رفع؟ الجملة في محل رفع لأن إن تنصب الاسم اسما لها، تنصب المبتدأ اسما لها، ترفع الخبر خبرا لها، فتعرب نفس الإعراب، لكن بدل أن نكتب خبر المبتدأ نكتب خبر إن، فنقول جملة فعلية في محل رفع خبر إن، خبر إن. هنا نسأل، هل جملة الخبر دائما في محل رفع؟ هل جملة الخبر دائما نكتب في محل رفع؟ لاحظ معي المثال الثالث، ما زال يركض، ما زال يركض. إذن أين اسم ما زال؟ أين اسم ما زال؟ جيد، ضمير مستتر تقديره هو، أكيد كان الحديث عن شخص وأشير له بضمير مستتر هنا هو. إذن ما زال هو يركض. إذن ما زال من أخوات من؟ ما زال. إذا تتبعنا الطريقة سنجد ما زال وحدها لا تؤدي الغرض، تحتاج إلى خبر. إذن ما زال هي من أخوات كان. إذن أخوات كان تدخل على الجملة الإسمية فيكون المبتدأ مرفوعا كاسم له، أما الخبر في محل نصب يكون منصوب. إذن لذلك هذا الخبر سيأخذ حكم النصب للرفع، فسنقول يركض جملة فعلية في محل نصب خبر ما زال، ما زال أو لا زال. إذن ماذا نستنتج؟ ماذا نستنتج بعد هذا؟ أكيد النوع الأول للجمل الذي ندرسه الآن هو جملة الخبر. كيف نوجز هذا الكلام؟ فنقول أن جملة الخبر قد تكون جملة فعلية، قد تكون جملة اسمية. أعطيك مثال لجملة اسمية حتى تتعود على التعامل مع جمل اسمية خبر. مثلا أقول لك الخمر عواقبه وخيمة، الخمر عواقبه وخيمة. إذن كذلك هنا أتينا بجملة اسمية خبر للخمر. كلمة الخمر كلمة تحتاج إلى خبر، أين خبرها؟ خبرها عبارة عن مبتدأ خبر جملة اسمية، عواقب الخمر وخيمة، كل هذه الجملة الإسمية في محل رفع خبر المبتدأ. هذا نموذج لجملة اسمية، خبر جملة اسمية. إذن ماذا نستنتج؟ نستنتج أن جملة الخبر، جملة الخبر تكون فعلية أو اسمية، فعلية كانت أو اسمية، فعلية كانت أو اسمية ترد بعد جملة غير تامة، وهي من يتمم المعنى، ترد بعد جملة غير تامة. جملة الخبر ترد بعد جملة غير تامة فتتمم معناها. جملة الخبر تتمم معناها، تتمم معنى المبتدأ، تتمم معنى الجملة المنسوخة، تتمم معنى المبتدأ وتتمم معنى الجملة المنسوخة إذا كان الناسخ إن. وأخواتها كان، وأخواتها كاد
وأخواتها كذلك. كاد هذا درس الذي أخذته في السنة الأولى ثانوي، كاد وأخواتها من أفعال الرجاء والشروع إلى آخره. مثلا كاد السقف أن يسقط، أن يسقط مصدر مؤول في محل نصب خبر كاد، كاد وأخواتها، عسى، إخلولق إلى آخره. إذن نقول جملة، جملة الخبر قد تكون فعلية أو اسمية، وهي من يتمم الخبر لا يكون تاما حتى تتأكد من أنها هي الخبر، هي التي أتمت المعنى. وترد في محل رفع إذا كانت خبر مبتدأ، كانت خبرا للمبتدأ أو خبرا لإن وأخواتها التي هي درس مقرر، أحرف مشبهة بالفعل. إذا أردنا أن نتذكرها ما هي؟ ما هي أخوات إن؟ إن، أن، كأن، لكن، ليت، لعل. هذه الأمور لابد أن نذكرها، أن قد يورد يرد مثلا في نص الامتحان أحد أخوات إن، لا تكون إن، تكون لكن، تكون لعل، تكون أخرى من أخواتها، إن، أن، لكن، لعل، إلى ليت، إلى آخره. إذن هذه أخوات إن. تكون جملة الخبر كذلك في محل نصب، في محل نصب، لذلك قبل أن تقول في محل تأكد خبر لأي شيء، في محل نصب إذا كانت خبرا، خبر لكان وأخواتها، أو كخبر لكاد وأخواتها. من باب التذكير، من هي أخوات كان؟ هم كثر، أخوات كان أكثر من أخوات إن، أخوات كان أكثر من أخوات إن، أخوات كان هم كان، ليس، صار، أمسى، أضحى، بات، لازال، ما دام، من فتئ، إلى آخره. كثر، عليك تتذكرها وتسجلها في حالة ما إذا وضعت أو طرحت في بكالوريا. هذه الأمور لا تذهب هكذا كأخطاء تافهة ترتكبها بدون أي. إذن خبر لكان وأخواتها، خبر لكاد وأخواتها، خبر كان وأخوات في محل نصب. إذن هذه بالنسبة لجملة الخبر. إذن جملة الخبر جملة قد تكون فعلية أو اسمية، ترد بعد جملة غير تامة تتم معناها، هي التي تتم المعنى، وترد في محل رفع أو نصب كما سبق أن شرحنا. هذا عن جملة الخبر. وجملة الخبر عزيزي التلميذ هي أكثر الجمل طرحا، خاصة في شعب، في الشعب العلمية، حتى الشعب الأدبية، وهي أسهل الجمل. لذلك اغتنم ذلك وركز في فهم جملة الخبر. إذا ننتقل إلى النوع الثاني من الجمل التي لها محل من الإعراب. سنسجل الجمل الثانية. الجملة الثانية سنسجل مجموعة أمثلة، وحاول أن تتوقع ما هي هذه الجملة، ربما تصل إليها قبل أن أشرح أنا لك. مثلا نأخذ علمت أنك مخلص، علمت أنك مخلص، وسأضع لك الجملة ريثما أنهي بقية الجمل حتى تفكر في المحل الإعرابي لهذه الجملة، هل هي خبر مثل التي سبقت أم هذه مختلفة.
ثم نأخذ مثلا. قالوا هجرت ربوع البلاد، هجرت ربوع البلاد وهمت. إذن من قصيدة لمفدي زكريا، قالوا هجرت ربوع البلاد. أظن هذه الجملة أظهرت نوع الجملة التي نقصدها. نأخذ الثالثة مثلا، ظننتك تعود الليلة، بأمثلة بسيطة. ثم بعد أن ننهي سأعطيك من الشعر حتى تطبق ما أخذناه ببساطة على قصائد من الشعر. إذن ظننتك تعود الليلة، سأضع بين قوسين ماذا؟ نعم، تعود الليلة. ونكتفي بثلاث جمل لنعرف من النوع الثاني للجمل التي لها محل من الإعراب. إذا أخذنا جملة علمت أنك مخلص ونتبع نفس المراحل بما سبقت، لا يمكنني أن أعرب هذه بدون معرفة بما سبقت، الجملة التي سبقت بها، ليس اللفظ أو الكلمة أو الحرف أو شيء، الجملة التي سبقت بها. أخذ الجملة الأولى التي سبقت بها، سأجد علمت. إذن هذا فعل ليس اسما، لذلك بما سبقت سأجيب هنا أنها سبقت بجملة فعلية. إذا القضية هنا الآن مع جملة فعلية، فلا أتوقع الخبر، سبقت بفعل أي بجملة فعلية. سنسأل نفس السؤال، هل هي تامة هذه الجملة الفعلية؟ هل هي تامة؟ انظر، نحن نسأل عن هذه قبل هذه المطلوبة الإعراب. جملة فعلية، هل هي تامة؟ كيف تعرف؟ علمت. إذن علمت تشعر أنها مبتورة، ينقصها شيء. ماذا علمت؟ ماذا؟ لذلك أنا أعلم أن الفعل علم هو فعل متعدي ويتعدى إلى مفعولين. إذن علم متعدي، إذن ماذا سيحتاج؟ علمت فيها الفاعل، سيحتاج إلى ماذا؟ بما أنه متعد سيحتاج إلى طبعا مفعول به. إذن هذه الجملة أولها إلى مفرد. انظر، هي جملة مصدرية لأن فيها أن زائد اسم زائد خبر. علمت إخلاصك، أولناها إلى مفرد في شكل مفعول به. إذن هذه الجملة المصدرية بصلتها كانت حل سدت مسد المفعولين، فتعرب جملة مصدرية في محل نصب مفعول به. إذن انظر، يسهل الأمر أثناء دراسة بما سبقت وطبيعة هذا الفعل إذن كيف أعربها؟ يا إما جملة اسمية أو أعربها أنها جملة مصدرية، جملة مصدرية في محل ماذا؟ ماذا يأخذ المفعول به؟ يأخذ النصب، جيد، في محل نصب مفعول به، أو نقول سدت مسد المفعولين. لكن أعلم أن هذا صعب بالنسبة للبعض أن يقول سدت مسد المفعولين، أنه علم ينصب مفعولين، لكن تكتفي بالمحل الصحيح وهو في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به. نذهب إلى الثانية. قالوا هجرت ربوع البلاد، قالوا عن مفدي زكريا أنه هجر ربوع البلاد وهام بالشعر. فقال قالوا هجرت ربوع البلاد، ووضعت بين قوسين جملة هجرت. هذه جملة هجرت، قبل أن أعربها أنظر ما قبلها، نفس الشيء، أستخرج الفعل. قال، من قال؟ هم قالوا
فعل قالوا وأسأل. فعل قالوا، فعل متعدي قال، فعل متعدي أم لازم؟ ما معنى لازم؟ معنى أنه لا يحتاج إلى مفعول به، مثل جلس فلان، صلى فلان، صام فلان، هذه أفعال لازمة لا تحتاج إلى مفعول به. لكن قال، قال تحتاج إلى مفعول به. ماذا قال؟ نحتاج إلى ماذا؟ إذن قال مقولة، قال من الأفعال التي تتعدى فتحتاج إلى مفعول به. فنقول قالوا ماذا؟ ماذا قالوا؟ أكيد ستجيب بمقولتهم. ما هي مقولتهم؟ هجرت ربوع البلاد، هجرت ربوع البلاد، أي المقولة هي هذه، هذه المقولة. إذن فعل وفاعل ومقولته هي المفعول به. إذن فتكون هذه الجملة التي تسمى بعد فعل القول مفعول به. إذن جملة، جملة مقول القول، جملة مقول القول هذه الفعلية في محل نصب، جملة مقول القول الفعلية في محل نصب مفعول به، مفعول به، مفعول به. ما هو فعل القول حتى أعرف أن هذه الجملة هي عبارة عن مقولة؟ أفعال القول هي صاح، قال، نادى، صرخ، كل ما يتلفظ به الشخص وما يأتي بعده هي المقولة، فهو مقول القول. أوحى، أوصى، إذن ويأتي بعد ما أوحى ماذا قال، ما أوصى به ماذا قال. فكل ما يأتي بعد الفعل قال، أوصى، أوحى يسمى مقول القول. ولماذا يعرب مفعولا به؟ لأن الفعل هذا متعدي يحتاج إلى مفعول به، فمقولته هي المفعول به التي تتمم المعنى، التي تتمم المعنى، فتكون مقول القول في محل نصب مفعول به. إذا وجدنا قيل بمعنى لا نعرف الفاعل ويبنى للمجهول، قيل هجرت ربوع البلاد، إذن هنا المبني للمجهول لا نجد في جملته مفعولا به، بل سينوب هو عن الفاعل، فتكون الجملة في محل رفع نائب فاعل. ننصت جيدا، إذا كان فعل القول مبنيا للمجهول فإن جملة ما قول القول في محل رفع نائب فاعل، لأن لا يوجد مفعول في جملة المبنية للمجهول، إذن فتكون في محل رفع نائب فاعل إذا كان الفعل مبنيا للمجهول. نعم، إذن جملة مقول القول الفعلية في محل، هذه محل نصب مفعول به. الجملة الثالثة في نفس النوع، ظننتك، هل هي جملة تامة حتى أعرب هذه؟ ظننتك، نحاول أن نرى أجزاء هذه الجملة. ظننت فيها فعل وفيها فاعل، أنا، أنت، ظننتك هذا مفعول به، لكن هل بمفعول واحد تم المعنى؟ ظن من الأفعال التي تنصب مفعولين، ظن أفعال القلوب، أفعال القلوب المفيدة للشك، إذن تنصب مفعولين، أين المفعول الأول؟ هو الضمير المتصل، ظننتك أنت. أين المفعول الثاني؟ عائدا، ظننتك عائدا الليلة. إذا المفعول الثاني هو الجملة الفعلية الواردة بين قوسين. إذا الجملة الثانية هنا هي جملة المفعول به، جملة المفعول به، إذن هي جملة فعلية أو اسمية، جملة المفعول به، إذن الجملة المفعول به تكون اسمية كالمصدرية هنا أو فعلية تريد بعد جملة فعلية، فعلية فعلها متعد، ليس لازم، لا يكون فعل لازم يأتي المفعول به، استحالة، فعلها متعد فتتمم معناها، بالمفعول به يتم المعنى، إذن وهي في محل المفعول به، أخذ المحل الواحد وهو في محل
نصب. من أنواعها رأينا المصدرية، من أنواعها مقول القول. مقول القول، ما هي مقول القول؟ التي هي نفسها المفعول به، هي التي ترد بعد فعل القول. ما هو فعل القول؟ فعل القول قال، صاح، أوحى إلى آخره. هذه الأفعال المبنية للمعلوم، المبنية للمعلوم. إذا بنيت للمجهول، إذا بنيت للمجهول فستكون جملة مقول قول في محل رفع نائب فاعل. إذا بنيت للمجهول قيل ستكون في محل رفع نائب فاعل. إذن هذا هو النوع الثاني من الجمل التي لها محل من الإعراب. كم بقي لنا من نوع؟ بقي لنا 5 أنواع للجمل التي لها محل من الإعراب، سنسجلها على الجدول ونستمر في التسجيل الذي يليه بإذن الله. إذن سجلوا ونواصل.